كان هذا الاحتفال ممتع ومفيد وناجح بكل المقاييس، وكان هناك تجاوب فوجئت به، تجاوب عميق، مما يدل على أن الفلسفة في المغرب يجب أن نعتز بها، بحضورها، بنفوذها، بقوتها، ولكن كذلك علينا أن نعزز ونكرس هذا الوجود ونوسعه في الجامعة في مختلف التخصصات العلمية وغير العلمية. إنني معتز بهذا التكريم، وأشكر جميع المنظمين الذين تجسموا العناء من أجل إنجاح هذه التظاهرة الفكرية، والتي جاءت بمناسبة عيد الأستاذ والمعلم في العالمي. حضرنا اليوم ندوة التي أقيمت بمديرية الحي الحسني. فعلا كانت ندوة هادفة جدا بعنوان تحديات ومتطلبات الدرس الفلسفي، التي كانت من إلقاء الدكتور والمفكر المغربي محمد المصباحي. كانت ندوة مائزة جدا، بحيث تطرق إلى مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالدرس الفلسفي، بحيث قدم لنا مجموعة من المقاربات حول الماضي ومقاربات في الحاضر، متعلقة طبعا بما كان عليه الدرس الفلسفي سابقا وما يعرفه الآن الدرس الفلسفي في هذه الأزمنة الراهنة. من أهم النقاط التي تطرق إليها وهي أن الدرس الفلسفي هو درس في النضال، هو درس في التجديد، ودرس في إبداع مفاهيم جديدة من أجل تجويد الدرس الفلسفي. رغم ما يعرفه الواقع الفلسفي في المغرب، إلا أن الدكتور محمد المصباحي أعطى نظرة إيجابية حول هذا الواقع الفلسفي رغم ما يعرفه من صعوبات إلى غير ذلك، إلا أنه أعطى مجموعة من الملامح تساعدنا في الرقي بالدرس الفلسفي، حتى وإن كانت هناك مجموعة من الصعوبات التي يواجهها المدرسين، لا يجب أن تقف عائقا أمام تجويد وتطور الدرس الفلسفي في المغرب. وفي الأخير تطرق إلى نقطة مهمة وتخص الثورة الرقمية، بمعنى ما يعرفه الآن العالم فيما يخص الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي وبعض المواقع التي يلج إليها الكثير من أجل الاستفادة من المعلومة الجاهزة. فدعا محمد المصباحي الخروج من هذه الثورة الرقمية إلى الأنوار الرقمية، وهذا لن يكون إلا بجهود مجهود أساتذة الفلسفة من أجل تجويد وتطور الدرس الفلسفي في المغرب. يأتي الدرس الافتتاحي اللي قدمه الأستاذ محمد المصباحي في فعاليات هذا اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية الحي الحسني، يعني كقيمة مضافة لأستاذ الفلسفة، باعتبار أن هذه المادة تطرح مجموعة من الإكراهات، يعني هي إكراهات قد تمس الأساتذة في جميع تخصصاتهم، لكن الإكراه الذي يمكن يعني أن يكون يعني ملتصقا بأستاذ الفلسفة هو ما كيف يجب أن يدرس هذه المادة وفق يعني واحد المقاربة التي يمكن أن تتيح له إمكانية تدريس الفلسفة كتفكير نقدي، كمجموعة من المفاهيم التي يمكن أن تربي الإنسان أو المتعلم على مجموعة من المبادئ الحداثية مثل تفكير النقدي، ويعني مجموعة من الأمور التي يهدف إليها الدرس الفلسفي، وواقع
المتعلمين أو واقع الدرس الفلسفي أو واقع ما يعيشه يعني الإنسان داخل المدرسة وخارجها، يعني خاصة في الشق الذي يتعلق بهذه الثورة التقنية أو الثورة الرقمية التي سلبت عقول الشباب وجعلتهم يعني لا يعرفون من أين يأخذون المعطى أو المعلومة الصحيحة إلا الاقتراب من هذه المواقع، وهذه المواقع جعلت العقل عند المتعلم يتكاسل ويتراجع وأصبح يبحث عن السهل والجاهز دائما. شكرا. جئت لأقدم شهادة من خلالها يعني أكشف عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المدرس ممثلا هنا في أستاذي محمد المصباحي باعتباري كمدرس كمتمدرس له. طبعا أهمية دور هذا الفيلسوف وهذا المفكر الكبير دور كبير جدا وقوي جدا بالنسبة لي، لأنه ساهم في تطويري وفي حثي على البحث وعلى الدراسة يعني منذ أن تتلمذت على يديه بالجامعة. لهذا أقدم له جزيل الشكر على مجهوداته والتي يثبت من خلالها كيف أن المدرس إن أراد فهو في إمكانه أن يحدث ويساهم بطريقته الخاصة في تغيير كثير من الأشياء، في دفع التلاميذ أكثر والمتمدرسين أكثر إلى العمل وإلى الاجتهاد، طبعا في وقت يلاحظ فيه نوع من العزوف عن الدراسة وعن البحث وعن التفكير.